السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زملاء المعلمين في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله من خلال الفيديو ده المبسط هنقدر نعرف إزاي نطبع الإخطار الخاص باختبار الترقية دفعة 2014 أو من مر عليه 5 سنوات، مدة كمدة بينية على رأس العمل قبل ما ياخدوا الدرجة اللي هو عليها حاليا. تمام، احنا في البداية خالص احنا دلوقتي هنتعلم حاجتين، لان اصبح حضرتك النظام الترقية اصبح الكتروني كاملا، مفيش اي تقديم ملفات. اللي كان بيحصل قبل كده مفيش تقديم ملف ورقي، فدلوقتي حضرتك انت الاختبار ده عليه 50 نقطة او عليه 50 درجة، لازم تحصل على 50% منه، وملف الانجاز عليه 30، وتقييم الموجه عليه 10، وتقييم المدير عليه 10، وكل ده هيتم الكتروني عبر موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين. فانا اعرف لحضرتك دلوقتي ازاي تدخل على موقع الاكاديميه المهنيه للمعلمين وتطبق الاختبار وتعمل ملف الانجاز كمان وتملى ملف الانجاز الخاص بيه. طبعا موقع الاكاديميه المهنيه للمعلمين كان قافل بقاله كام يوم نظرا لتحديث البيانات، ودي حاجه يعني بصراحه حاجه كويسه جدا جدا جدا، وجهد مشكور من قبل السيد وزير التربيه والتعليم الدكتور طارق شوقي والسيد نائب الوزير لشؤون المعلمين دكتور رضا حجازي. فشكرا لحضراتهم جدا 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 على يعني اهتمامهم بالمعلم كعنصر اساسي في العمليه التعليميه. بدايه هندخل على جوجل. حضرتك احنا دلوقتي بستخدم الهاتف المحمول عادي جدا، مفيش قد مشكله خالص. بدخل على جوجل كروم او من خلال استخدام الحاسب الالي، مفيش قد مشكله خالص. بكتب في بحث جوجل زي ما حضراتكم كده شايفين تسكين كادر المعلم، وبدوس على البحث على كلمه البحث، فبيظهر معايا اول خيار موجود عندها كده. شوف حضرتك قدامك موجوده، ادوس عليها اول خيار موجود عندي تسكين وترقي المعلمين، فتظهر معاك الواجهه اللي موجوده قدام حضرتك، مركز معلومات وزاره التربيه والتعليم. هروح على قبل اخر واحده اللي هي نظام كادر المعلم، هاجي ضغط عليه ضغطه واحده واجي داخل على نظام اداره كادر المعلم اللي هي الاكاديميه المهنيه للمعلمين، بوابه مركز المعلومات، بوابه الخدمات الالكترونيه اللي موجوده قدام حضرتك. لسه الاعلان ده نازل ما كملش 10 دقائق. الإعلان عن موعد إجراءات اختبارات وتدريبات الترقي وإعداد ملف الإنجاز للعام 2020. تم الإعلان عن موعد إجراء اختبارات وتدريبات الترقي لعام 2020، ويمكن لكل معلم من المستهدفين للترقي الاطلاع على موعد ومكان اختبارات وتدريبات الترقي، وكذا يمكن للمعلمين المستهدفين إعداد ملف الإنجاز إلكترونيا وعقب الانتهاء ومراجعة الملف بدقة. يتم التأكيد على إرسال الملف لجهة الاختصاص للتقييم، كما يتاح للمعلمين متابعة موقف تقييم المعلم من الجهات المختلفة. تمام، هو أتاح لحضرتك دلوقتي ان انت هتدخل على الموقع الخاص بحضرتك او الصفحة الخاصة بحضرتك، هتتابع من خلالها ما تم على الملف الخاص بحضرتك، وده كله الكتروني، وده جهد مشكور كبير جدا 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 من قبل وزارة التربية والتعليم لراحة المعلمين. ده وجهة نظر الشخصية بصراحة، يعني انا يعني حاجة كويسة جدا انهم يرقمنوا ويعملوا تطور في الترقية بالطريقة دي، فدي حاجة يعني حاجة محترمة جدا جدا جدا. حضرتك هتيجي ضغط على المستطيل الاصفر اللي موجود، اضغط على الاطلاع واعداد ملف الانجاز. هنيجي ضغطين عليه كده ضغطة واحدة، هيظهر معاك اللي موجود ده. لازم حضرتك يكون معاك كود المعلم، الكود بتاعك والرقم القومي الخاص بحضرتك وكلمة السر. والرقم القومي هنا لازم تضع ال 14 رقم، لازم تحط ال 14 رقم بتاع الرقم القومي بتاعك، وكلمة السر موجودة عندك من ارقام وحروف. كود المعلم هتبدأ تكتب الكود بتاع حضرتك. تمام، وبعدين هتضغط على تحط الرقم القومي الخاص بحضرتك وكلمة السر اللي موجودة عند حضرتك، وتدوس تضغط على زر الدخول. تضغط على زر الدخول هيبان قدام حضرتك، الله بسم الله ما شاء الله، هتبان قدام حضرتك الشاشة اللي موجودة زي ما حضرتك شايفها كده. أول حاجة في المربع المستطيل الأزرق اللي موجود فوق قدام حضرتك طباعة اختار الاختبار. لو أنا دوست عليه هيدخلني على الاختبار ويقول لي ميعادي إمتى، هيقول لي ميعادي امتى، اجي طبعه كنترول بي واطبع، ويكون جنبية طبعة او عند في المدرسة او في اي مكان حضرتك انت رغب الطباعة فيه. ما يهم بقى في اللي تحت كده اللي هو الزر الاخضر اللي هو اعداد ملف الانجاز، وتحتيه متابعه ملف انجازك وموقف تقييمك. ملف انجاز المعلم لو حضرتك بدات بيه هيجيب لك نسبه مئويه، يجيب لك تحتيه نسبه مئويه اللي هي نسبه اكتمال ملف الترقي، وهيعرفك اذا كان مدير المدرسه دخل و قيمك ولا لا، وهيعرفك اذا كان تقييم الموجه قيمك ولا لا، وتقييم لجنه الاداره اللي هي والناس موجوده في الاداره. تمام، هنيجي داخلين بقى دلوقتي على كيفيه اعداد ملف الانجاز. احنا خلاص كده خلصنا من طباعه الاختار. لو انا ضغطت على الاختار هيجي مدخلنا على صفحه ثانيه، الصفحه عباره عن اختار وبيقول لك المكان بتاعك فين والتاريخ والوقت، وركز على حضرتك على الوقت،
الوقت ممكن يكون 5 مساء، 3 مساء، عصرا، 4، زي ما يكون الوقت اللي موجود والتاريخ بتاع اليوم. هندخل على اعداد ملف الانجاز، هنضغط على ملف اعداد الانجاز، هيظهر قدام حضرتك الاسم والكود المدرسه الخاص بحضرتك والرقم القومي والاسم الرباعي والوظيفه على الكادر وتاريخها والمديريه التعليميه والاداره التعليميه وجهه العمل اللي حضرتك انت شغال فيها. والملف يتكون من 10 نقاط اساسيه موجوده عند حضرتك، تمام؟ هنشوف ملف الانجاز الخاص بالمعلم، هنطلع عليه، انا لاول مره اطلع عليه ودي حاجه جميله وحاجه كويسه. اول بند بيقول اذكر البرامج التدريبيه التي حصلت عليها مع وصف اوجه الاستفاده من احد هذه البرامج. يبقى حضرتك هتكتب البرامج اللي حضرتك التدريبات اللي انت حصلت عليها واستفدت ايه منها. لو ضغطت على علامه الزائد اللي حضرتك على الجنب اليسار، الجانب اليسار دي ضغطت عليها كده هيفتح لي مربع كده ابيض فاضي نصي هكتب فيه، مربع فاضي هكتب فيه، تمام؟ بعد ما فتح المربع الابيض اللي فاضي موجود قدام المستطيل الابيض اللي انا هكتب فيه، حضرتك دلوقتي هتكتب فيه البرامج التدريبيه ومع وصف اوجه الاستفاده. طبعا ممكن حضرتك تعمل ايه؟ تنسخ الكلام ده بره على مستند وورد وبعدين تاخده كوبي بيست في المكان ده وبعدين تدوس ايه؟ على زر حفظ اللي موجود بالاخضر تحت حضرتك ده. وبناء عليه بقى الحاجات الثانيه نفس الكلام ونفس الحوار. 2 نشاط قمت بتصميم ولتبسيط عمليات التعليم والتعلم في مجال تخصصك او تطبيق الانشطه بالنسبه لوظائف الاخصائيين وامناء المكتبات. 3 مشاركتين لك مع المجتمع المحلي المحيط بمدرستك. 4 مشاركتك في حل مشكلتين من المشكلات التي تواجه المجتمع المدرسي. 5 افضل طالبين قمت بالتدريس او بتنفيذ نشاط في مجال عملك بالنسبة للاخصائيين وامناء المكتبات، ويتصفان بالابداع والتفكير الناقد وآلية التعامل معهما. 6 افضل كتاب او بحث قرأته في مجال تخصصك وكان له اثر ايجابي في تدريسك او في مجال عملك بالنسبة للاخصائيين وامناء المكتبات موضحا كيفية الاستفادة. 7 احد نقاط القصور في مجال اداء مهامك كمعلم او كاخصائي او امين مكتبة وكيفية معالجتها. 8 نشاط تدريسي قمت به مع طلابك من خلال توظيف تكنولوجيا التعليم. 9 اذكر مثال تطبيقي في مادة تخصصك او طبيعة مجال عملك بالنسبة لاخصائيين وامناء المكتبات موضحا كيفية توظيف بنك المعرفة في اعداد الدرس او النشاط طبقا لطبيعة عملك. 10 موقف مهني قدمت فيه توجيه وارشاد لاحد زملائك في المدرسة. بعد ما نشوف الكلام ده وهنملى الكلام ده هننزل تحت خالص كده اقرار المعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف انجاز المعلم الكترونيا وإنجاز المعلم إلكترونيا. وبعد الانتهاء والمراجعة يتم الضغط على أيقونة حفظ وتسجيل ويتحمل كافة الآثار المترتبة على عدم قيامك بذلك، والمعلم مسؤول كذلك عن متابعة تنفيذ التقييمات إلكترونيا. طبعا الموقع حاليا يعني إيه عليه ضغط كبير جدا مش عارف حركه، وحضرتك هتضغط على زر حفظ وتسجيل وكده يبقى أنت كده عملت ملف الإنجاز اللي هو عليه إيه؟ عليه 30 نقطة. ده كان توضيح بسيط جدا عن كيفية او كيفيه طباعه اختار الاختبار الخاص بحضرتك كمعلم عشان الترقيه وكيفيه استيفاء ملف الانجاز الكترونيا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم محمود صديق.